Che Guevara e Salvador Allende podiam nos servir de exemplo. Nós devíamos pegar o mesmo caminho que eles tinham pegado, que eles tinham andado, para que possamos atingir a mesma meta que eles, para que possamos revolucionar o socialismo dentro do campo da medicina. Si vemos al Che, ¿quién fue el Che? Ese es el médico que queremos. Era el médico, pero el médico que estaba ahí en la lucha con el pueblo. No el médico que estaba encerrado esperando que llegara, no, el médico que fue allá y luchó hombro a hombro. نزيد نقول عن هاو الشخصين تشيكيفارا والثاني يقولون تشيكيفارا وسالفادور يندي يعني عندهم سمعة الدول العربية الدول الإفريقية بصفة عامة عنهم شائعين وسط المجتمع ذي الأعمال اللي قدموا للناس وقدموا الشعوب عنهم بقاول التاريخ باش يذكرهم زي ما أضاف أحمد يعني هو تمام إحنا وضع الطبي عندنا بنتلقى مساعدات زي ما حكى وضع الطبي عندنا مش رديء ولا سيء لكن برضه وضعنا الطبي مقارنه في الدول الثانيه رديء بالنسبه الى ان احنا بنمر تحت حرب فهمتني كيف؟ احنا ظروف حربيه بمعنى ان احنا بحاجه ماسه الى معدات واجهزه اللي تخدم في حاله الحرب غير متوفره عندنا بشكل موسع بشكل كامل لان احنا عندنا جرحى عندنا حرب عندنا فهمت علي كيف؟ بدهم المجاميع يعني شبه خياليه يعني عاد بده يدرس طب في فلسطين بده يجيب 98 99 المنهج الفلسطيني منهج دراسي صعب وقوي صعب انك تجيب في 96 يعني الكوادر الطبيه لو بدها تعتمد على التعليم الفلسطيني بس مش هيقدر انه يلاحقوا طلاب يجيبوا 96 عاد الطلاب اللي بيجيبوا على الدرجات هذه قليل العامل الثاني التكلفه تاعت التعليم تكلفه التعليم الطب عندنا عاليه جدا ما يقدر عليها اي مواطن فلسطيني بالنسبة للاشتراكية أكيد أفضل بكتير من الرأسمالية بالنسبة للطب لأنه الحكومة بتوفر العلاج مجاناً في حال الاشتراكية إنما في حال الرأسمالية بتلاقي أنه الدكتور بيستغل المريض ممكن يستغل المريض المريض ممكن ما يقدرش يتعالج في المستشفيات ممكن العيادات تغلب حتى انه بعض الاجهزه الالكترونيه والاجهزه الطبيه ما تكونش موجوده في المستشفيات فبضطر المريض يدفع تكاليف باهظه مقابل انه يتعالج فبالنسبه للراسماليه اكيد مضره كثير من ناحيه العلاج فالاشتراكيه اقل تكلفه وطبعا بالنسبه للطبيب اكيد مهم كثير انه يكون مسيس وتابع للحكومه على اساس انه يقدر يتخذ قرارات بتغطيه الحكومه انا بدي بس اخاطب الشعب الامريكي الشعب الامريكي الحر واخاطب رئيس الشعب الامريكي السيد اوباما وشعوب امريكا اللاتينيه كافه ان فنزويلا هنا علمتنا شغلتين احترام الانسانيه والحريه فالشعب الفنزويلي وفنزويلا هي بلد الحريه ما علمونا لا السلاح ولا شيء احنا هنا 17 فلسطيني واخوتنا من الصحراء جايين هنا نتعلم الطب لمساعده الانسانيه رايحين نساعد اي انسان سواء اختلفت دينه او جنسيته او ديانته شو كان اتجاهه السياسي شو ما كان رايحين نساعد العالم نجمع يعني احنا جايين هنا كطب كمهمه انسانيه مش كمهمه سياسيه ولا مهمه اي شيء فنزويلا هي بلد الحريه فيفا فلسطين فيفا تشافيز